فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسافر إذا أدرك الإمام المقيم في التشهد، المسافر إذا أدرك الإمام المقيم في التشهد الأخير، فهل يتم أم يقصر؟ لا، يلزمه الإتمام. إذا دخل مع إمام يتم يلزمه الإتمام، ولو ما دخل معه إلا في آخر الصلاة، حكمه حكم الإمام. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.